دائما نرمين منقول الموت والحرب ما بيقدروا يفرقوا بين الصغير والكبير أكيد، وأيضا بالحرب بيصير أثار كتير نفسية وجسدية على الأطفال. كتير من الأطفال فقدوا من محيطهم الناس كتير غاليين عليهم، كان الأب أو الأم أو حتى الأقرباء والرفقات، وهذا الشيء سبب أثار نفسية يمكن ترافقوا كل العمر. ومن جهة تانية في أثار جسدية، كتير شفنا وسمعنا أخبار على السوشيال ميديا أنه صار في لغم، تفجر شيء شظايا، وكان في ألعاب أطفال عم يلعبوا جنبهم، هذا الشيء أثر بشكل كتير كبير. وأيضا مشاهد العنف يلي شافوها للأسف، سواء ببعض الأماكن يلي كان فيها كتير الوضع الأمني مانو مزبوط، أيضا كمان أطفال شفناهم بسوريا تأثروا بالحرب من خلال المحيطين فيهم، يعني صار نسبة العنف يعني نسبة العنف ازدادت كمان. أكيد اليوم لا حتى نحكي عن هذا الموضوع، أثار الحرب على الطفل النفسية والجسدية، حيخبرنا عنا ضيفنا لليوم الدكتور أنس الدالي، أخصائي طب نفسي. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. أهلا وسهلا. صباحك حب مبنى حروب بقى. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نحن حاليا بشهر التوعية بالصحة النفسية، خلينا نحكي اليوم برأيك كيف أثرت الحرب بسوريا على الأطفال عنا؟ طبعا فكرة الصحة النفسية مثل ما هو معروف مفهوم شامل، وبالوضع الطبيعي لا يعني مفهوم الصحة النفسية هو بس غياب الاضطرابات والأمراض، هو الحالة من القدرة على الإنتاج، القدرة على النمو، والقدرة على تنمية الوظائف العقلية. فدائما نحن عندنا بالوضع الطبيعي بعيدا عن الحروب، إذا صار أي خلل ببيئة الطفل، لنفترض كان هو فقدان أب أو فقدان أم أو انفصال أسري أو تعرض لبيئة شوي غير آمنة، أو اجتماعيا أو ماديا كانت شوي المستوى متدني، فهي كتير إلها دور بإطلاق أعراض أو اضطرابات نفسية. فكيف إذا كان الحال أنه لا، هي بيئة حرب بشكل كامل، تجارات، تمام، غياب الأمان، مشاهد عنف متتالية، مشاهد العنف قد تكون يعني إما للطفل نفسه أو لا لزويه، للأب، للأم، للأخ، للأخت، كلها بتساهم دائما بإطلاق الاضطرابات النفسية. نحن عندنا دائما الاضطرابات النفسية يعني أسبابها تنقسم إلى أسباب بيولوجية وشيء نسميه أسباب نفسية وبيئية. الأسباب النفسية والبيئية مرتبطة بالظروف المحيطة واللي هي بتأطلق دائما هجمات الأولية. خلينا نركز على هذا النوع من الأسباب، كون نحن اليوم عم نحكي عن شهر التوعية والحروب والاضطرابات النفسية عند الأطفال. اليوم بلشت الحرب بشكل مفاجئ للكل، يعني ما بدنا نقول بس للأطفال، تركت آثارها عندنا كلها. يعني اليوم نحن ما فينا ننكر أنه نحن عشنا أزمة وعشنا آثار نفسية وفقدان لأشخاص كتير بحياتنا. خلينا نخصص الطفل لليوم، شو كيف اليوم الحرب والطفل العلاقة بيناتهم النفسية؟ تماما، يمكن العلاقة تبدأ حتى مو بس أثناء حياة الطفل، تبدأ حتى قبل ولادة الطفل. يعني دائما المرحلة الجنينية، المرحلة الحمل، دائما كتير بتأهب وبتأثر فيما بعد على موضوع ما بعد الولادة. دائما نحن عم نحكي عن نمو الطفل، عن تشكل الجهاز العصبي، عن تأثره حتى بعوامل الشدة عند الأم. يعني الأم أثناء الحمل في إحدى الفرضيات، وهي فرضية قائمة علمية، إذا تعرضت شوي لزيادة بهرمونات الشدة ممكن هذا الشيء يترجم لأعراض عند ولادة الطفل، لأنه الدورة الدموية مشتركة بين الطفل وبين الأم. فالبداية تبدأ حتى لتعرض الأم أثناء فترة الحمل، خصوصا أن فترة الحمل كانت فترة طويلة، ما كانت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، كانت لفترة طويلة كتير. فالبداية تبدأ أولا بالمرحلة الجنينية، تعرض الأم لمواد متفجرة، لمواد كيماوية، استنشاق شيء معين، الشدة والسترس المتواصل، كلها تترجم عند الولادة لأعراض. طيب مرحلة الولادة دائما الظروف، كمان المناطق اللي عانت من حروب، اللي عانت من ظروف معينة أمنية، كان دائما في مشكلة بالخدمات الطبية، في تقديم الرعاية، فدائما عمليات الحمل كانت عم تتم بخطورة عمليات الولادة. شفنا بعد حالات كتير على السوشيال ميديا، إصابات للجنين بقلب الرحم يعني. تماما، فعمليات حتى يعني خلال الحمل، ما بعد الحمل، أثناء عملية الولادة عم تتم بظروف طبية سيئة، فهذا الشيء كمان حيترك عقابيل لا 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 لظهور شدات أو اضطرابات نفسية. طيب بعد الولادة في عنا شيء بنسميه خلال السنوات الأولى تطور الروح الحركي للطفل، يلي هو الطفل وظائفه الحسية الحركية حتى المفاهيم، التعلم اللغوي، كلها بتتطور خلال متواليات على مدى السنتين الأولى أو الثلاث سنين أو الأربع سنين. إذا صار الطفل، طبعا هذا الشيء اللي بيعزز النمو بشكل طبيعي، عوامل التغذية السليمة، البيئة الآمنة، وجود الأبوين، التعلم الأكاديمي، دخوله للمدرسة، كلها هي عوامل تؤثر بتنمية وظائف الطفل. فما بعد الولادة نحن أول نقطة بتصير أنه دائما التطور الروحي الحركي الطبيعي للطفل والسوي يختل. يعني من البداية في شيء أساسي قد يستمر بشكل راسخ حتى البداية، شخص قد وظائف اللغة تضطرب، قد القدرة على ضبط المسارات البولية والبرازية يضطرب،
القدرة على اكتساب مفاهيم يضطرب، وكل آفات قد تكون بشكل مستديم، بشكل مستديم حتى ما تتراجع. يعني مثل مثلا في اضطراب نسميه اضطراب التخلف العقلي، اللي هو تحدد ذهني كامل بيستمر خلال سنين الحياة كلها. ممكن انه ينشأ بهي المرحلة، اذا تعرقلت مرحلة النمو وتطور الروح الحركي، ممكن اذا تعرقلت ممكن ينشأ هذا الاضطراب ويستمر. طيب بالنسبة للاضطرابات الاخرى، اكيد في اضطرابات اخرى ونسبتها كثير تضاعف بشكل كثير كبير، اكتئاب الاطفال، قلق الاطفال. في اضطراب جدا مميز للحروب اسمه اضطراب البي تي اس دي، البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، او اضطراب الشدة ما بعد الرد. هذا الاضطراب معني دائما بحالات التهديد للحياة او حياة المحيطين. الطفل يلي عانى من رد معين او صدمة معينة، او شاف منظر جثة، او شاف منظر انفجار، او شاف منظر وفاة احد والديه بطريقة عنيفة، او تعرض لتهديد او لخطف، يترك هذا الاضطراب اثر فيما بعد، يتجلى باعراض سلوكية، باعراض حتى معرفية، باعراض مزاجية، بتعطل كامل. يعيش طفل حالة من العزلة، حالة من الاكتئاب، حتى في له اعراض مميزة اضطراب الشدة بعد الرد. قبل 5 سنوات او 6 سنوات كل التفاصيل التي يمارسها الطفل مرتبطة بالمشاهد البشعة التي رآها. مثلا هي حالات رصدت وكانت موجودة، الطفل يقوم بتشييع اللعبة، الألعاب، الدمى، صحيح، يقوم بصنع مشهد جنازة مثلا، أو بيقوم بتشييع هي الدمية، علما أنه هي الدمية مصدر للسلام أو للود أو للعبة بسيطة. أيضا إذا منلاحظ في صورة دائما متداولة اللي هي مشهد الأطفال الصغار عم بيلعبوا معارك أو دحل، تماما كان يعني لعبة الدحل تغيرت يعني كانوا يلموا الدحل، هلأ عم يلموا الرصاص، يعني تمام، يجمعوا أكبر مجموعة. بالضبط، يعني فهذا منسميه تغير بالمدركات العامة، بالمدركات المعرفية. الطفل ما عاصر مرحلة غير مرحلة الحرب، كل التفاصيل الموجودة المعرفية المرتبطة بذاكرته تتمحور حول تفاصيل حرب، حول تفاصيل عنف، حول تفاصيل، خصوصا إذا كان العنف يعني صارت حادثة موجهة اتجاه أحد الأهالي أو أحد زوي الطفل، يعني الأقربين جدا طبعا. فكل تفاصيل تمام بتظهر مرتبطة بحالات العنف أو طيب. حالات الشدة اللي تعرض لها. خلينا كمان هيك نحكي بشكل مفصل أكثر دكتور عن حالات رصدتوها اليوم لتأثير الحرب على الأطفال. يعني نحن بنعرف الحرب إلى تأثير كان مباشر خلال الحالات أو بداياتها كانت، اليوم نحن كمان أيضا بعد الحرب في آثار نفسية واجتماعية واقتصادية أكيد الطفل يعني شئنا أم أبينا بده يتأثر فيها. خلينا نحكي عن أبرز الحالات اللي عم تشوفها حاليا بالمجتمع السوري. طيب هلا هو اجمالا دائما عامل الحرب عامل مطلق لجميع الاضطرابات النفسيه. في اضطرابات بتكون اشياء مثل ما ذكرت الاكتئاب، القلق، البي تي اس دي، في بعض الاضطرابات المرتبطه بنسميها اضطرابات التعلق التفاعلي او المشاركه الاجتماعيه، بمعنى الطفل بيصير عنده نوع من الخلل السلوكي. هلا انا اذا بدي احكي عن الاعراض كاعراض بعيدا عن الاضطرابات، شو ممكن نشوف اعراض عند هذا الطفل بشكل عام؟ طبعا بتختلف بحسب العمر، لكن بالبدايه بنلاحظ اهم شغله، اهم نقطه، تراجع بالاكتساب الاكاديمي. الطفل غير قادر على التعلم خصوصا اذا ابتعد عن المدرسه لفتره. عند الاطفال الصغار شوي بنلاقي في نوع من التغير السلوكي، الانزواء والانطواء الكامل، او بالعكس في حاله من النيرفسنس بيسموها، اللي هي العصبيه المفرطه، العصبيه الشديده. ايضا من الاعراض السلوكيه اللي ممكن نشوفها عند الاطفال بعمر 3 سنين و4 سنين شيء بنسميه يعني شيء من نوع التحدي، سلوك التحدي. الطفل دائما ممانع، الطفل دائما معارض لاي شيء. إذا زاد لمرحلة معينة ممكن يصير في اضطرابات سلوكية، الطفل ممكن يحرق، ممكن يقتل، ممكن يؤذي، ممكن يؤذي حيوانات، ممكن يفتعل دائما مشاكل حتى لو كان بعمر صغير. أيضا الأعراض اللي ممكن نشوفها عند الأطفال، في دائما بنسميها الأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي. الطفل بلغته الخاصة شوي يعبر عن الأعراض النفسية بشكاوى جسدية غير مفسرة، ألم بطني، خصوصا إذا كان في انفصال عن شيء مقدم الرعاية، يعني كان انفصال عن الأم أو عن الأب، أو في حال غيابهم مقدم الرعاية البديل، الشخص المتبني تماما. النفسي بالجسد تماما دكتور. في نقطة كثير مهمة، اضطرابات النوم. الشخص طفل بهذا العمر ترجمة الأعراض بتصير عن طريق الكوابيس، وعن طريق شيء بنسميه يعني الشخصيات المفتعلة، اللي هي مثل الشخصيات اللي بتقمصها الطفل من أفلام الكرتون، ولكن هون بصير بتقمص بس شخصيات مرتبطة بالوحش بشيء مخيف دائما. ايضا فهي بتظهر بشكل رئيسي بفترة الحلم، فالطفل بصير بيعتزل النوم لوحده، بيطلب دائما وجود حدا مساعد، تقطع بفترات النوم، حتى بصير بيعتزل فترة النوم، يرفض الذهاب للنوم لانه دائما مرتبطة عنده بكوابيس. في شيء ايضا من الاعراض بنسميه السلوك النكوصي. الطفل بعد ما مرق بمرحلة تطورية معينة بيرجع لسلوك سابق، يعني مثلا نفترض الطفل بالتعبير العامي صار عنده ضبط للمسارات البولية او الشرجية، فبعد فترة بصير عنده تبول لا إرادي، فهذا في بنسميه سلوك نكوصي، رجع لمرحلة تطورية
أدنى بغرض جذب الانتباه. هاي من أثار ال تماما، هي اضطرابات نفسية عند الأطفال عموما، وبالحرب بتصير تتعزز أكثر، فبصير بصير بصير عنده سلوك نكوصي، بصير بيرجع لمرحلة تطورية أدنى طبعا. لحتى نوع من جذب الاهتمام. طيب حكينا هيك تفاصيل عن الأنواع وعن الأعراض. اليوم دكتور هيك بجواب سريع كرمال ضيق الوقت، يعني اليوم هدول الصور عندهم أرشيف كامل من الذكريات والصور، حيحملوها معهم كل عمرهم. صحيح. إذا ما لقوا حدا مساعد جنبهم، كان طبيب أو كان الأسرة. صحيح. اليوم كيف مفروض يكون التشبيك بين الطبيب والأسرة لنحنا نقطع بهذا الولد لمستقبل، يعني نقدر نضمن أنه بيوم من الأيام ينسى الشيء اللي صار؟ تمام. طبعا بالازمات دائما بتكون، يعني هي نحن ما عم نتكلم عن حالات فرديه للاسف. بالازمات والمجتمعات عم نتكلم عن نسب كبيره. طبعا نتكلم عن نسب كلنا يا دكتور، كلنا بحاجه اليوم ل نسب مخيفه ونسب مهوله. أبديت. فالتدخل هون ما له بس مقتصر على التدخل الفردي للاسف، نحن تدخل المنظمات، تدخل المجتمعات، تدخل حتى اجهزه الدوله، تدخل حتى المجتمع المحلي بشكل كامل. النقطه اللي بدي اذكرها هون كثير مهمه، رغم مهما كانت شده الحالات عند الاطفال، ولكن الاطفال بيضلوا بمرحله بيطور تطوير واكتساب دائم، لسه ما استقرت الجمله العصبيه عند حد معين، فهن فيما لو دبروا او تلاحقوا او تم اخضاعهم للعلاجات السلوكيه والدوائيه احيانا بشكل مناسب، ممكن مهما كانت شده الحاله فعلا ممكن تجاوزها. يعني يمكن عكس الصوره الشائعه، عكس البالغين اللي ممكن تضل معهم الذكريات اكثر لانه عندهم رسوخ اكثر بموضوع الذاكره، تراكمات. تماما، عندهم تماما ادراك ووعي اكثر للتفاصيل، ويعني وما النتائج اللي تنتج عنها، يعني عندهم ادراك اكثر لحجم المصائب، عندهم ادراك اكثر للنتائج المترتبه عنها. فيما لو تم تدبير هاي الاطفال باخضاعهم اول شيء التشخيص المناسب، طبعا التشخيص الدقيق عن طريق فرق نفسيه من المعالجين والاطباء بشكل دقيق، حتى الحاله العضويه، يعني غالبا الاشخاص ما لهم سليمين عضويا، يعني بيكون عندهم سوء تغذيه، بيكون عندهم حتى اصابات حربيه، حالات بتر، حالات شلل، حالات، فهي بدها متابعه عضويه بشكل كثير كبير. هذا الشيء كثير مشع. النقطه الاهم كمان موضوع الدعم المادي، يعني الدعم التغذوي، الدعم بالمساعدات بشكل حقيقي وفعال. والنقطه الرابعه كمان مهمه، البيئه الامنه، دور الأسرة. عفوا، دور تمام. الأسرة والأب والأم هيك ولو سريعا اليوم، كيف شو لازم يسووا لينسوا الطفل اليوم طبعا. أو يخففوا من الأثر؟ دور الأسرة إذا كانت موجودة، طبعا معظم الحالات كثير من الحالات عم بيكونوا ما الأسرة بالأساس ما لها موجودة، الأسرة مفقودة، وهي النقطة الأساسية بعدم وجود البيئة الآمنة. دور الأسرة الأساسية بشكل رئيسي إبعاد الطفل عن أي مظاهر من مظاهر الحرب، دمجه بنشاطات، دمجه ببيئة تعليمية. في بعض الاضطرابات بدها علاج بالتأكيد، يعني اللجوء لمتخصص بشكل رئيسي فيما لو الاضطراب بيحتاج لعلاج، ولكن فرضنا بالخطوات التي تلي ذلك، الدمج دائما بالنسبه للطفل، احلال ذكريات جديده محل ذكريات قديمه، عن طريق اللعب، عن طريق اطفال، عن طريق محيطين، عن طريق نشاطات، عن طريق بيئه مدرسيه، عن طريق بيئه تعليميه، بيئه ترفيهيه، كثير هذا الشيء له دور بزرع ذكريات جديده وطمس الذكريات الماضيه. أكيد معلومات كتير مهمة دكتور ناس لليوم، ونحن بحاجة دائما ندعم هذا الموضوع، وخاصة نحن مثل ما ذكرنا بشهر التوعية بالصحة النفسية بضحايا الحروب. بنتمنى تكون نقدر نقطع هاي المرحلة بأطفالنا لبر الأمان بشكل كتير صح. شكرا لحضورك وصباحك حلو على طول. شكرا كتير. يمكن أكثر شيء بيحتاج فيه أو يحتاجه الطفل سواء بوقت الأزمات والحروب أو غير يعني الحروب، هو الاحتضان والحب دائما، الأمان، يرجع تمام. يشعر بهذا الأمان. صحيح، يمكن المحبة والاحتضان والحنان يمكن بتقدر تمحي أي شعور. لان شكرك كتير لوجودك معنا، الطبيب أنس الدالي أخصائي نفسي. شكرا كتير. شكرا كتير.